تهتم من إجراءات، وإذا كان في أي معوقات أو أي نواحي فنية فيها نقدر نتدخل. وبداية بشكر حضراتكم تماما على المجهود المبذول وعلى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها من بداية التصويت حتى إن شاء الله بانتهاء الغلق وتمام الفرز. شكر جزيل لكافة السادة السفراء رؤساء اللجان. وبرضو يعني هنبدأ كده مع السيد السفير أحمد عيد في توجو، ممكن سيادتك تطلعنا على موقف ونتم. زملاء في الوزارة، مكتب الوزير ومكتب النائب، شكل النائب. والله من ساعة ما ابتدينا يوم الجمعة ومن قبل كده كان الدعم الفني سواء من الوزارة أو من عقبات مستمر 24 ساعة. عملنا تجارب كتيرة جدا سواء يعني مع الزملاء هنا جوه السفارة أو مع الزملاء في الوزارة أو مع الزملاء في الهيئة، وكانت تجارب كويسه جدا. وكانت كمان يعني وفقا لاحدث التطورات سواء من الهيئه او من الوزاره عندنا. فبنشكر حضرتك وبنشكر الطاقم الفني اللي مع الهيئه، كان صراحه مساند لينا حتى في فرق التوقيت بيختلف عن فرق التوقيت الساعتين، بس كان صراحه بالليل او الصبح بدري كان لا يتاخر، ومن الواتساب بتاعه او من اي وسيله اخرى بيكلمنا ويقول لنا انا مش فاضي يكلمنا بعد كده. طبعا يعني ابتدينا العملية الانتخابية يوم الجمعة اللي شهدت يعني إقبال كثيف من الجالية المصرية في توجو، وابتدت تزيد التواجد بتاعها بدءا من يوم السبت بالليل. والنهاردة يعني أنا بكلم حضرتك وأكيد حضرتك سامع أصوات جايين سواء من بومي نفسها أو من بره بومي، اللي مبسوطين جدا بالتجربة دي. وفي منهم شباب كتير معليك قاطع سيادتك، هو فاضل على الغلق وفقا للتوقيت ساعتين. هو دلوقتي فاضل من الساعة 5:15، فاضل بتوقيت لومي فرق ساعتين هما بين سيادتكم في القاهرة، تمام. فهو فاضل 4 ساعات. تمام يا فندم، في أي معوقات عن سيادتك أو حاجة؟ لا لا، احنا بنشكر حضرتك وبنشكر طاقم حضرتك طاقم الزملاء او من الوزاره عندنا مكتب معالي الوزير. وطبعا يعني شكرا جزيلا لفندم، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، بالتوفيق ان شاء الله. وطبعا يعني النقطه دي مهمه نعيدها لسيادتك، ان هو ان شاء الله مع الساعه 9 مساء اخر ناخب ان شاء الله يمكن من التصويت لتواجد في جمعيه الانتخاب اللي حضرتك محددها في مقر اللجنه. شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. سياده السفير شريف ندى في وجدو. مساء الخير على جميع الساده السفراء والزملاء. الحقيقه العمليه الانتخابيه بتسير بسهوله ويسر، ما كانش في اي عوائق التي تواجه العمليه الانتخابيه، وخصوصا ان كان في دعم فني متواصل من هيئه الانتخابات وتواصل مستمر مع وزاره الخارجيه. اللجنه بتنحت في ميعادها المقرر يوم الجمعه الساعه 9 صباحا، وما زال العمل مستمر حتى نهايه اليوم ان شاء الله الساعه 9 بقدر التوقيتات المحدده. طبعا كان الاستعداد المبكر للانتخابات اتاح الفرصه للناس ان تتواصل مع الجاليه المصريه اللي موجوده في دوله الاعتماد وتشجيعها على القيام بدورها الوطني والقيام بالتصويت واقدام السلطه في هذه الانتخابات. الامور كلها ماشيه على ما يرام، ما فيش اي. فاضل كام ساعه يا فندم على الغلق ان شاء الله؟ احنا عندنا دلوقتي هنا الساعة 5:15، فقدامنا 4 ساعات وربع ان شاء الله. شكرا سيادة السفير شريف دولة بوركينا فاسو، مع الشكر الجزيل لسيادتك يا فندم. سيادة المستشار دكتور خالد عطا في جنيف. سيادة المستشار مساء الخير، تحياتنا من جنيف. اولا بضم صوتي لصوت الساده السفراء ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير للهيئه الوطنيه للانتخابات على كل جهودها بدايه من حضرتك. شكرا فندم، شكرا فندم. انا
تعظيم الشرف اللي طلع حضرتك اكتر من 5 6 مرات على مدار الفتره اللي فاتت. المهم ما كنتش زهقت يا فندم. احنا نشرف ونسعد لا يا فندم، شكر جزيل لسيادتك يا فندم. شكرا يا فندم. ويعني بالشكر الساده الافاضل في الدعم الفني زي ما كان سعاد سفير احمد عيد ذكر، يعني على مدار الساعه بمعنى الكلمه. الحمد لله. على مدار الساعه وفي وقت قياسي، حاجه مشرفه وعظيمه بنفخر بيها. وحتى الناخبين يعني كانت محل كتير منهم جميعا ان العمليه قد ايه كانت مؤثره، وشجعهم حتى كانوا يحكوا الاخرين ان هم يجوا. وعلى الرغم من برودة الطقس هنا في جنيف، يعني إقبال فعلا حاجة مشرفة وحاجة عظيمة. الناس بتيجي من أماكن بعيدة جدا، ويعني ما فيش أي عوائق منها، سواء يعني لا التصويت ولا على الصعيد الفني. ونتمنى تنتهي العملية على خير إن شاء الله. قدامنا ساعتين 40 دقيقة بإذن ربنا. تمام. شكر جزيل لسيادتك. هو ده دورنا جميعا يا فندم، وده واجبنا الوطني، وحضرتك وحضرات كافة السادة السفراء وزملائي في الدعم الفني وزملائي في الجهاز التنفيذي ومجلس الإدارة، ده واجب وطني لينا جميعا. وبشكر الشكر جزيل لسيادتك. سيادة المستشارة سماح هانم بدوي في نيجيريا. مساء الخير سيادة المستشار، ومساء الخير على السادة السفراء والزملاء الأعزاء. أنا بوجه الشكر لحضرتك، وبوجه الشكر موصول كمان للزملاء في الحقيقة على التواصل الدائم والتنسيق اللي كان قبيل فترة الانتخابات والمستمر لحد دلوقتي. احنا متابعين دايما معاكم على الواتساب وعلى الايميلات، واي حاجة يعني بتقف قدامنا هم كانوا بكل حب وكل محبة كانوا بيوجهونا. وكمان حابة أشكر أبناء الجالية اللي جم من خارج أبوجا كمان. إحنا الحمد لله اللجنة الانتخابية يوم الجمعة الساعة 9، وكانت المشاركة إحنا بالمجموعة اللي موجودة أبوجا، واستمرت يوم السبت واستمرت النهاردة. وجات لنا كمان عائلات سافرت من عندنا في اللي قد أبوجا علشان يشاركوا بأطفال وكبار السن. يعني بشكركم تاني، وبشكر سادة الزملاء في وزارة الخارجية كلهم لتعبهم، مكتب السيد الوزير ومكتب السيد الحاكم. وإن شاء الله تنتهي العملية الانتخابية، وهذا باستحقاق لكل المصريين بيمارسوا حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية. فاضل كام ساعة يا فندم ويتم الغلق إن شاء الله؟ عندنا الساعة 6:30، فاحنا قدامنا إن شاء الله حتى 9 بإذن الله في انتظار الناخبين. وكمان إن شاء الله عندنا يعني منتخب كرة الطائرة للناخبات، ففي انتظار إنهم يجوا يشاركونا هذا الاحتفال. إن شاء الله يا فندم، بالتوفيق مع حضرتك حتى تمام الغلق ونهاية الفرز. مع الشكر الجزيل لسيادتك يا فندم. سيادة السفير أحمد فاروق في الرياض. مساء الخير سيادة المستشار، مساء الخير على الزملاء الأعزاء جميعا. الحقيقه ابتدي بالشكر لسيادتك والهيئه العليا للانتخابات على كل الدعم والتواصل المستمر التعليمات في حين. النقطه الثانيه ان مفيش اي معوقات او مشكلات تقنيه او موضوعيه قابلتنا. هو في بس مشكله فنيه واحده بس كانت عندنا مع في الرياض، وسيادتك ازلتها بتصرف سريع جدا في موضوع الجن. وبشكر حضرتك انا طبعا مع حضرتك سرعه التصرف، وشكر جزيل لحضرتك والتنظيم. وانا شايف كمان الرياض قدامنا على الشاشه. انا قطعت كلام سيادتك بس عشان لازم ابين مجهود حضرتك، لان انت سيادتك اول من ازلت المشكله الفنيه اللي كانت موجوده في التابلت، وسيادتك ساعدت في ان احنا جبنا 10 جن للاجهزه ويسرت الامر. وانا بشكر حضرتك فعلا، والتنظيم كمان في الشاشه قدامي والتقاطر المواطن وسرعة التصرف. شكرا يا فندم، تفضل. انا اسف، تفضل مع السفير. ما فيش اي معوقات حتى هذه اللحظة. العملية تسير بانتظام تام وسهولة على كل ابناء الجالية. استأذن بس سيادتك اني لان فاضل نص ساعة على الغلق، ساعة عندي 8:30، وعلمت من بعض الاخوة في الجالية ان هناك لسه اتوبيسات قادمة المنطقة الشرقية والدمام، فأنا هستأذن إني أمد العمل ساعة أو ساعتين إضافيتين إلى أن يؤدي آخر مواطن موجود في حرم السفارة بسهولة.
تمام. لا هو فندم وفقا لصحيح قانون مع تمام الساعة 9 مساء آخر ناخب متواجد في جمعية الانتخاب اللي سيادتك حددتها يمكن من الإدلاء بصوته، فبالتالي إذا كان تواجد المواطن اللي سيادتك بتتكلم أو مجموعة المواطنين المصريين في ذات التوقيت في جمعية الانتخاب وفقا لصحيح قانون يمد لنهاية آخر مواطن إن شاء الله، فدي ترجع لمعاليك إذا كان تواجد في جمعية الانتخاب، وانا مع حضرتك طبعا لغايه اما ننتهي بتمام الغلق ان شاء الله. وبشكر سيادتك فندم، بشكر سيادتك فندم، مع الشكر الجزيل لسيادتك فندم. سيد سفير سيف انديل في الجابون. مساء الخير سياده المستشار، مساء الخير الساده السفراء. العمليه الانتخابيه مرت بسلاسه في الجابون، شهدت اقبال جيد من ابناء الجاليه المصريه من داخل وخارج لبنجيب، شهدت حضور ممثلي بعثه الازهر الموجودين في لبنجيب، ممثل الكنيسه القبطيه، والحقيقه ان شاركوا برضو على مدار الثلاث ايام الجمعه والسبت والحد النهارده. الانتخابات صندوق الاقتراع المفروض يغلق خلال ساعتين ونص الساعه 9 مساء، وبشكل عام الامور مرت بسلاسه شديده، لم تشهد اي معوقات او اي عقبات لوجستيه. نشكر طبعا شكرا لك فندم، واحنا مع حضرتك لغايه ان شاء الله تمام الانتهاء، اللي لم يترك اي شيء للظروف. مع الشكر الجزيل لحضرتك، واحنا مع سيادتك لغايه انتهاء الغلق مع تمام الفرز ان شاء الله. سياده السفير وائل نصر دين في كينيا. أهلا يا فندم، طبعا أنا برضو بضم صوتي للزملاء اللي قبلي في توجيه الشكر للجنة العليا على كل الدعم الفني اللي تم تقديمه لينا خلال الثلاث أيام اللي فاتوا، وطبعا دايما متواجدين معانا طول الوقت، وأيضا هو بقدم صوت طبعا لزمايلي. احنا كنا مقسمين اليوم عشان طويل 12 ساعة، وطبعا الناس بتيجي قبلها وبتروح بعد الميعاد، فطبعا كنا ماسكين اليوم نبطشيات، انما هم كانوا بصراحه حرصهم على ان هم يتواجدوا مع بعض طول اليوم رغم ان هي في نبطشيات، والجاليه كانت في اقبال كبير جدا من الجاليه المتواجده هنا على المشاركه والادلاء باصواتهم، والحمد لله العمليه تمت بسلاسه تامه. حرصنا ان احنا نجهز المقر الانتخابي بحيث ان هو يكون سهل الوصول ليه بالذات لذوي الاعاقه الحركيه، والحمد لله الامور مشيت على خير، وفي فعلا بعض من ذوي الاعاقه هنا اهو في الدنيا شاركوا معانا النهارده. هنقفل المفروض خلال نص ساعه ان شاء الله، التوقيت هنا اهو 8:30 دلوقتي، وفي لسه بعض الاعضاء بعض المنتجين موجودين في الدائره الانتخابيه، وان شاء الله تنتهي على خير ويعني تمر العمليه كلها على خير. شكر جزيل لفندم لحضرتك، مع الشكر الجزيل ان شاء الله، مع حضرتك حتى نهايه الفرز ان شاء الله. شكرا يا فندم. سياده سفيره نهله هانم الظواهري سلوفينيا. مساء الخير سياده المستشاره، مساء الخير على سياده الزملاء والزميلات جميعا. الحقيقه هنا القاره المصريه في ديانا استقبلت خلال الثلاث ايام الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الابناء الجاليه المصريه المتواجدين مش فقط في ديانا ولكن في جميع من جميع المدن في سلوفينيا، ورغم الطقس امبارح كان فيه عاصفه ثلجيه، انما الحقيقه يعني روح حفظ العديد الكثير من ابناء الجاليه من الاعمار المختلفه، شباب وشابات وطلبه وحتى اسر هم الاطفال من اجل تزكيه روح الانتماء. الحقيقه كانت روح يعني الاقبال الجيد والمشاركه السلسه من ابناء الجاليه المصريه هنا، واحب اشكر زي يؤيد اطول كنت الزملاء، اشكر اللجنه العليا للانتخابات ومجموعه الدعم الفني للتنظيمات الكبيره اللي قدمتها. لا بالشكر الجزيل لحضرتك، وفضل قد ايه على الغلق ان شاء الله يا فندم؟ فاضل حوالي ساعتين ونص، واحنا طبعا فاتحين ابوابنا من 9 صباحا ل 9 مساء، وان شاء الله تنتهي العمليه الانتخابيه بكل خير وسعاده. شكرا جزيلا لحضرتك، واحنا مع حضرتك حتى تمام الانتهاء من الانتهاء الفرز ان شاء الله، مع الشكر جزيل. سياده السفير محمد الشناوي في بودابست.
مساء الخير يا سيادة المستشار. في الأول أنا عايز أوجه الشكر لحضرتك واللجنة الوطنية للانتخابات وللزملاء في القاهرة على حسن تنظيم عملية الانتخابات وإنها تخرج بشكل منظم ودقيق وسريع. الساعة دلوقتي 6:30 عندنا في بوتافيست، وما عندناش أي مشاكل نقدر نقول إن إحنا واجهناها، الأمور كانت ماشية بمنتهى السلاسة. يمكن موضوع البرد، الجو كان برد شوية النهاردة وإمبارح أو إمبارح، وتزامن الانتخابات مع الامتحانات الجامعية، لكن يعني أنا أقدر أقول إن مستوى المشاركة الحمد لله مقبول لحد كبير، وإن شاء الله ربنا يتمم معنا خير. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، وبشكر حضراتكم تماما على حسن إدارة العملية الانتخابية، وبنعيد تاني مع حضراتكم ألا وهو مع نهاية التمام الساعة 9 مساء إذا تواجد أحد الناخبين في جمعية الانتخاب اللي معاليك حددتها يمكن من الإدلاء بصوته، ومع حضراتكم حتى نهاية الفرز. شكر جزيل لحضراتكم، وبراجع تاني أنه تم غلق 30 مقر ويعمل حتى الآن 107 مقر، وفي الساعة الحالية تم فتح كافة المقرات المحددة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات 137 في اليوم الثالث، ومستمرين حتى نهاية آخر لجنة في عملها مع بداية فرز كافة اللجان، ويبقى انتهى الانتخابات في خارج جمهورية مصر العربية على مدار الثلاث أيام. والملحوظ خلال الثلاث أيام الإقبال والكثافات الواضحة للجميع، ويؤكد على مشاركة كافة المواطنين المتواجدين في خارج جمهورية مصر العربية بفاعلية. هذا الأمر ينم على الوطنية. كل الشكر الجزيل لكافة المواطنين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية على مباشرتهم الحقوق السياسية وإحساسهم بالوطن والمواطنة. شكر جزيل لحضراتكم، شكر جزيل لوزارة الخارجية لتمكيننا من العمل بجهد العمل المشترك اللي أخرج هذا العمل بانتظام، عمل مؤسسي. شكر جزيل لحضراتكم، واحنا متابعين مع حضراتكم حتى نهاية الفرز. شكرا جزيلا، ونطلع حضراتكم ان شاء الله على اخر لجنة تم انهاء عملها بالنسبة للتصويت وغلق كافة اللجان. شكرا جزيلا فندم. شكرا فندم. شكرا جزيلا حضراتكم. مع الشكر جزيلا.